بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق عن كيفية عمل هذا الزر وعرض العناصر التي عندما أسقر نوع الشاشة أو عندما يكون الصفحة معروضة في تلفون أو في هاتف، طبعا سوف تختفي هذه العناصر أو المكونات، وعملنا زر يظهر هذه العناصر. طيب، شرحنا هذا الكلام في الحصة السابقة. نأتي الآن ونعمل شيء واحد هنا، مثلا نضيف إلى هنا عنصر دروب داون، مثلا من نوع دروب داون، مثلا عند الضغط عليه يعرض لي أشياء أخرى. سأتي إلى هنا مثلا، لحظة واحدة، النافر إلى هنا. لاحظوا هذا الدروب داون، عند الضغط عليه يعرض لي عناصر أخرى أو عناصر إضافية. كيف سوف أعمل ذلك؟ تعالوا إلى هنا، طبعا سأتي إلى هنا إلى الليست، وأتي إلى 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 يعني تحت الكاتيجوري، وأنشئ ماذا؟ الدروب داون. كيف سوف أعمل؟ سوف أنشئ الـ I، أتي إلى هنا، هذه الـ I سوف ماذا؟ أعطيها كلاس. هذا الكلاس من نوع ماذا؟ دروب داون. سأستدعي هذا الكلاس، كلاس موجود في مكتبة بوتستريب، اسم هذا الكلاس ماذا؟ دروب داون. دروب داون، دروب داون، نعم. الآن أضغط سيف، أأتي إلى الليست. الآن ماذا أعمل؟ الزر إيه، طبعا هذا الإيه عبارة عن رابط إتش ريف، وسأستدعي له كلاس جاهز في مكتبة ماذا؟ كلاس جاهز في مكتبة البوتستريب. سأتي الآن إلى هنا، أعمل كلاس، كلاس من نوع ماذا؟ طبعا نوع هذا الكلاس يساوي، لا إله إلا الله، الكلاس دروب داون توجل، دروب دروب داون توجل. طبعا أخذنا التوجل، هذا موجود في الجي كويري، وماذا يعمل؟ في دروس جي كويري. كذلك أيضا بعد أن عملنا هذا استدعينا الكلاس، أأتي الآن وماذا أقول له؟ لاحظوا معي، أأتي مثلا هنا programming language. الآن عندما أضغط سيف وأتي إلى هنا، لاحظوا كيف يظهر هذا هذا هو الـ I. أتي وماذا أريد؟ عند الضغط عليه ماذا يعمل لي؟ أتي إلى هنا، داتا توجل تساوي ماذا؟ دروب داون، تعمل لي دروب داون. أتي إلى هنا وماذا سوف أكتب؟
سوف أكتب UL UL وهنا LI. أتي مثلا أنسخ هذا الكلام copy paste paste paste. مثلا هنا C++ هنا جافا هنا C#. طيب هذا سوف يعرضنا هذا اللغات. طيب الآن أضغط سيف أأتي إلى هنا. طبعا أضغط ريفريش. لاحظوا كيف ظهرت. أريد أنا أن يظهر لي ماذا؟ أريد أنا يعني طبعا أن أعمل الدروب داون منيو للماذا؟ لليو ال. أستدعي كلاس كلاس تساوي دروب داون من منيو منيو. طبعا هذا كلاس موجود في ماذا؟ في مكتبة البوتستريب. الآن عند الضغط على هذا يعرض لي ماذا؟ هذه العناصر الإضافية الأخرى. لكن أريد مثلا أن أضع سبان يعني أيقونة أو سبان 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 هنا سبان. هذا السبان من نوع ماذا؟ لا إله إلا الله. هذا السبان طبعا من نوع create class تساوي. طبعا هذه الأشياء موجودة في ماذا؟ في مكتبة البوتستريب. طبعا مع التعود يحفظها الإنسان ويصبح يعني يستخدمها بكل سهولة ويسر. طبعا بعد أن عملنا الإسبان لحظة واحدة. طبعا الإسبان أريد أن يكون هكذا. نعم الآن أضغط سيف أأتي وأضغط ريفريش ريفريش. لم يظهر لدي خطأ ماذا وهو نعم هنا كيرت. الآن أضغط سيف أأتي إلى هنا وأضغط ريفريش. لاحظوا هذا هو الإسبان. الآن تظهر لي بكل يسر عند الضغط هنا. الآن هذه هي العناصر الإضافية التي أضفتها.